تمكنت صينية الأبيض من إقامة مشروع لإنتاج الورود الصالحة للأكل، وهي اليوم تعمل على إنتاج علامتها الخاصة وتتعامل مع عدد من الطهاة والمطاعم التي تضيف ورودها إلى أطباقها الشهية. سونيا إيبيبي إعلامية، خدمت مدة طويلة في الإعلام. توجهت للاستثمار بالمشروع هذايا، هو إنتاج الورود المعدة للاستهلاك الغذائي. جاتني فكرة الحقيقة، وأنا محبة للزهور وللألوان والحاجات هذيك، فحسيت أنه وراء الجمال هذاك فما سر. فعرفت أنه فما أنواع متاع زهور ناكلوها وعندها فايدة كبيرة لصحة الإنسان. عموما اللي نعرفهم أنا 42 نوع متاع زهرة نستطيع أن نتناولهم غذائيا، إلا أنه أنا استعملت فقط أو اشتغلت فقط على 5 أنواع. الذوق متاعهم ولا الطعم متاعهم قريب برشا للطعم اللي يستسيغه التونسي اللي يحبه. مثلا كيف زهرة الكابوسين عندها طعم الفجل، كيف مثلا البغاش عندها طعم الخيار. أغلب الزهور اللي عندي غالبا تحتوي أكثر على الفيتامين سي، وتحتوي برشا على الحديد وعلى برشا أنواع أخرى من الفيتامينات، واللي حتى منها مثلا ناخذ مثلا البغاش وإلا لسان الثور بالعربية، هذه يعملوا منها أنواع متاع زيوت ومكملات غذائية مفيدة لصحة الإنسان. عندي أنواع أخرى متاع أزهار يعملوا منها أنتيبيوتيك، يعملوا منها مضاد حيوي. الأطباق اللي نستعملوها بالأزهار المعدة للاستهلاك الغذائي أطباق جميلة، وتكون هكا تضفي بهجة حتى على المستهلك. اولا هي فما اطباق السلطه هذه بشكل كبير، عندنا السوب الشوربه نجمو نعملو بها الشوربه، ونجمو نعملو بها كل انواع الملونات الطبيعيه زياده على الحلويات. تو طالعه حاجه جديده هكايا تضفي زاد بهجه على الحلويات، اللي هي تزيين الحلويات بالورود الحقيقيه مش الورود المصنعه.